this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. Hello, can you hear me? مرحبا. ستيفن هوكينج هذا العالم المميز، ما بنقدر ننكر انه نعرف كثير اكثر بكثير من علماء ثانيين زيه ويمكن عملوا اكثر منه. اشمعنى ستيفن هوكينج هالقد اخذ اهتمام؟ جايين بالحكي، بس اول اشي خلينا نحكي شوي عن حياته. هوكينج للصدف انولد بالذكرى 300 لموت جاليليو ومات بذكرى ميلاد البرت اينشتاين. بعيدا عن الصدف، الزلمه اتبهدل كثير من عمر صغير، لما كان لسه عمره 21 سنه شاب يدوب بدايه حياته وبدرس فيزياء بكامبريدج، اتشخص بمرض عصبي اسمه Amyotrophic Lateral Sclerosis. يس حكيتها من أول مرة. ALS أو التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي بصيب الأعصاب المسؤولة عن تحريك العضلات. بتنضرب هاي الأعصاب وبتفقد قدرتها على تحريك العضلات مع الوقت، فبتضمر العضلات. المرض قاتل، ومتوسط حياة الواحد بعد ما يتشخص 3 سنين بس. هوكينج عاش 55 سنة بعد المرض أو مع المرض، يعني اللي صار مع هوكينج إشي نادر، لكنه مع إنه عاش بس عاش بصعوبة، لا بقدر يأكل لحاله ولا يمشي ولا يتحرك، وبال85 صابه التهاب رئة خسر فيه قدرته على الحكي بعديها. طب كيف السيستم اللي بيحكي فيه ستيفن هوكينج بيشتغل؟ في برنامج كمبيوتر اسمه ايكولايزر بسمح له انه يختار كلمات بانه يكبس عليها في اصبعه، وبعدين في برنامج تاني بيحكيها، وبس فقد القدره انه يحرك اصبعه صار يستخدم خده. عنده اراده جباره. العظيم بشخصيه هوكينج انه عاش مهدد بالموت كل يوم، وهذا الاشي ما خلاه يوقف شغله، ضل يشتغل بمجال الفيزياء النظريه. ولما كان له 10 سنين بصارع مع المرض، طلع هوكينج بانجاز كبير بمجال الثقوب السوداء واللي هو ايش؟ اشعاع هوكينج. ايش هو اشعاع هوكينج؟ هسا نسبية اينشتاين بتتنبأ انه في اشي اسمه ثقوب سوداء. هلا هاي بدها فيديو لحالها شرح، ما رح نفوت بالتفاصيل، بس باختصار هاي الثقوب من كتر ما هي جاذبتها قوية بتحني السمكان لما لا نهاية، سينجولاريتي، متفردة، يعني مستحيل اشي يطلع منها، لا حرارة ولا مادة ولا حتى ضوء. Once you go black you never go back. عاد بنفس الفترة بالتوازي مع نسبية اينشتاين طلع مجال تاني بالفيزياء اللي هو مجال ميكانيكا الكم، ومجال ميكانيكا الكم عامل زي حياتي، مش معروف لها راس من رجلين. فكلمات زي مستحيل، يقين، استقرار، منطق، هاي كلها ما لها وجود بميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم بتقولك انه بالفراغ اللي فيش فيه اشي مليان اشياء، مليان جسيمات بتطلع للوجود وبترجع للعدم بنفس اللحظة. هاي الجسيمات اسمها الجسيمات الافتراضية او virtual particles، وهي زي تعبير اخر عن ظهور طاقة من الفراغ. بيطلع جسيم وبيطلع معاه توأم التاني الشرير السالب اللي هو الجسيم المضاد تبعه، بيلتقوا مع بعض بلغوا بعض وبرجعوا بيختفوا. هات عاد اسألني انا شخصيا مقتنع بعض الحكي ولا فاهمه ولا قادر استوعب؟ لا، بس الكون زي ما هو وبدك تقبل فيه زي ما هو على قول نيلز بور. هوكينج شو عمل؟ قال لك طب شو بصير لما جسيمين توأم بيطلعوا للوجود حوالين افق الحدث او الايفنت هورايزون تبع ثقب اسود؟ بسبب الجاذبيه الجباره هناك راح ينفصلوا التوأم عن بعض، فبيجي الجسيم المضاد او السالب بوقع بالثقب الاسود، واخوه الجسيم العادي بشرد للكون وبزيد الماده بالكون. ومين بده يعوض هاي الطاقه الزايده بالكون؟ الثقب الاسود. فبتقل كتلته وطاقته شوي شوي عن طريق انه بشع، وهذا الاشعاع اسمه اشعاع هوكينج. وهيك اكتشف هوكينج انه مع مرور مليارات السنين رح يضل الثقب يفقد من طاقته لبين ما يصغر ويموت، وهاي كانت ثورة بمجال الثقوب السوداء. مخه رهيب، بس زي مخ كتير علماء، في كتير انجازات بنفس القيمة ويمكن اكبر من مجال الفيزياء النظرية والفلك من علماء تانين. شمعنا هوكينج اخذ شهرة عالية؟ يمكن لعدة اسباب، واحدة منها انه شاطر بالفيزياء النظرية وعمل انجاز، بس في اشياء تانية وهذا التحليل الخاص على فكرة ويمكن اكون غلط. واحد من الاسباب هو مرضه. اصرار ستيفن هوكينج انه يحافظ على هذا التفاؤل وهذا الشغف اشي مميز. بحب الحياة هوكينج، وظل لاخر ايامه يحبها ويعطي خطابات تحفيزية عن الحياة والاكتئاب والامل بطريقة حقيقية بتوصل للناس وبتلمسهم. الاشي اللي بيعطيهم امل انه شخص زي هيك وهيك نفسيته. اكيد انا كمان في عندي امل اني اعيش الحياة بالطريقة اللي بحبها. اشي تاني هو الجانب المرح بشخصيته. هوكينج عنده حس فكاهة جميل، حتى كتبه ومحاضراته مليانة نكت، ما كان عنده اي مشكلة يتمسخر لا على حاله ولا على الدنيا. وكان له ظهور اعلامي واسع بمسلسلات كوميديه ساخره، بافلام، برامج زي ستار تريك، فيوتشراما، بيج بانك ثيوري، 11th اور وغيرهم. ببساطه هوكينج شخص كان يحب الضحك وكان يحب الحياه، هذا غير ابداعه بمجاله العلمي وتحديه لمرضه كل يوم. هوكينج كمان كان شجاع. هوكينج مثلا كان معروف بدعمه الكبير للقضايا الانسانيه زي القضيه الفلسطينيه ومشاركته بالمقاطعه الاكاديميه لاسرائيل وتبرعاته الكبيره للمدرسه الفلسطينيه للفيزياء وانتقاده لسكوت
العالم عن الحرب بسوريا وغيرها. إشي تاني عمل ستيفن هوكينج من الأشخاص اللي كتير مؤثرين هو كلامه مع العامة. كتب العلمية المبسطة كانت من أول الكتب العلمية اللي توجهت للعامة، للناس اللي ما عندها خلفية بالعلوم. كتب بسط فيها الفيزياء النظرية وشرحها بدقة سلسة بتسمح لأي حدا حتى لو مش دارس فيزياء إنه يستوعب الفكرة. حبب العالم بالعلوم وبالقراءة وسهل عليهم المعرفة بكتبه، حتى إنه نشر أكثر من قصة علمية للأطفال. هاي الكومبينيشن المتنوعة من جوانب حياته وشخصيته خلته شخص مميز ومشهور ومؤثر. Total badass science rockstar baby. من فترة رجعت قرأت واحد من كتبه الرائعة اللي هو The Grand Design على تطبيق اسمه Storytel للكتب الصوتية. التطبيق الحلو فيه إنه فيه آلاف الكتب المسموعة بالعربي وبالإنجليزي، وفي عندهم أكثر من كتاب لهوكينج، وفي واحد من الكتب كمان بيحكي عن حياته. الحلو بالكتب الصوتية إنها كتير مفيدة، لأنه أحيانا أنت بتكون تتحرك كتير ومش مناسب إنك تضل قاعد وتمسك كتاب. الكتب الصوتية مناسبة كتير للناس اللي بيحبوا يقرأوا ويتعلموا بس ما بيحبوا يقرأوا كتب. بنصحكم تجربوا كتب ستيفن هوكينج الصوتية عليه، وأنا تواصلت مع ستوريتيل وأخذت منهم شهر مجاني لكل الكتب اللي موجودة عليه لأي حدا بتابعني. الرابط موجود بالدسكريبشن عشان إذا بدكم تاخذوا الاشتراك تبعكم. اللي بحب يعرف تفاصيل أكثر عن حياة ستيفن هوكينج برضو كمان في كتاب على ستوريتيل بيحكي عن حياته، بنصحكم إنكم تقرأوه. هذا كان كل شيء اليوم، سلام. تنبيه: أي حدا بلاقي صعوبة بالحصول على الاشتراك يراسل support@storytellarabia.com وهم بيساعدوه، أو يبعت لهم رسالة على فيسبوك على facebook.com/storytell.arabia. بتمنى لكم قراءة، قصدي استماع ممتع.